السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم حبايبي الصغيرين، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي لغات، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة مكملين مع بعض في مادة الـ ICT، هنكمل مع بعض لسن نمبر 5 من كتاب المعاصر بإذن الله. اعذروني لو أنا كنت بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس أنا عارفة إن الفيديوهات موجودة عندنا من السنة اللي فاتت موجودة على القناة، وأنا بإذن الله هسيب لكم رابط كل فيديوهات الترم الأول عندكم في وصف الفيديو في الديسكريبشنز، بس من كتاب بني للي حابب يطلع عليه. وبإذن الله هحاول بقدر الإمكان إن أنا أخلص لكم، هو كده فاضل لسن 5 ولسن 6 على امتحان شهر أكتوبر. بإذن الله هناخد دلوقتي لسن 5. يلا بينا. supporting people of determination، إزاي الناس أو إزاي نساعد أو ندعم الناس اللي عندها determination أو اللي عندها مشكلة أو اللي عندها إعاقات، سواء الإعاقة دي كانت في السمع أو في البصر أو في الرؤية. هنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها الاسيستيف تكنولوجي أو التكنولوجيا المساعدة. الاسيستيف تكنولوجي يعني الحاجة اللي بتساعد الناس اللي عندهم الديترمينيشن أو عندهم ديسابيليتيز، صعوبات في حاجات كتير في حياتهم. قال لي إيه هي الاسيستيف تكنولوجي؟ It is a special kind of technology، هي نوع خاص من التكنولوجيا. مالها بقى؟ قال لي that help people of determination، بتساعد الناس اللي عندهم إعاقات أو اسمهم أصحاب الهمم determination، with tasks that they find difficult، بتساعدهم إنهم يقدروا يعملوا التاسكس أو المهام اللي بيوجدوا فيها إيه؟ صعوبة. تمام؟ يبقى إيه هي assistive technology؟ assistive technology هي عبارة عن technology، نوع معين من التكنولوجي. ماله بقى؟ help determination، بيساعد عند مين؟ الناس اللي عندها إيه؟ determination، انهم يعملوا التاسكس المهام او الهومورك بتاعهم. قال لي طب هناخد تو ساينتست او عالمين، واحد اكسبلورر سمعنا عنه في ليسون نمبر 1 اللي هو البرت لين، والتاني اسمه ستيفن هوك. طب ماله البرت لين؟ قال لي البرت لين ده اللي انت اخدته في ليسون نمبر 1، اللي هي هاز لمب ديفرنس، عنده رجليه او اللمبس بتاعته عندي فيها فرق، يعني واحدة أطول من التانية. But he doesn't let the stop him from exploring. بس ده مش خلاه أبدا يقف إنه يعمل هوايته أو الحاجة اللي بيحبها، وهي الإكسبلورينج أو اكتشاف البليسز الجديدة حوالين العالم. يا ألبرت لين، حتى وإنت أنت عندك limbs difference أو فرق ما بين رجليك ومش قادر تمشي، ده ما خلاكش وقفت أو توقفت عن حاجة بتحبها زي الإكسبلورينج؟ قال لي آه، الإنسان لما بيكون بيحب حاجة بيعمل المستحيل عشان يوصل لها. طب عملت إيه ألبرت لين؟ قال لي هو استعمل بروستيك ليج. قولوا معايا بروستيك ليج. يعني إيه بروستيك ليج؟ قال لي ده رجل صناعي. رجل صناعي يعني إيه رجل صناعي؟ يعني ركب رجل في رجله. اه طب تعالى اوريك شكلها اهو. دي كانت الغلاف بتاعتي او صورة الليسون، دي اسمها بروستيك ليج. اسمها ايه؟ جريد فور بروستيك ليج. يعني ايه؟ يعني طرف صناعي او رجل صناعية، هي من الاسيستيف تكنولوجي او من الحاجات المساعدة للناس اللي عندها ديترمينيشن، اعاقة بقى ومش قادرة ايه؟ ومش قادرة تتحرك او مش قادرة ايه؟ تمشي. تمام؟ تمام لغاية هنا كويس جدا. طب البروستيك ليج دي عملت له ايه؟ عملت ايه الالبرت لين؟ قالت لي ذات انيبل هيم تو موف، هي خلته يقدر يتحرك اند اكسبلور نيو بليسز، ويقدر يكتشف اماكن جديده، وده كان من اكتر الحاجات اللي هو كان بيحبها. طب تعالى بقى ناخد واحد تاني اسمه ايه؟ ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج مال ستيفن هوكينج؟ قال لي هي ووز ا فيموس ساينتست، هو عالم مشهور جدا. قال لي هي يوزد اسيستيف تكنولوجي، هو برضو بيستخدم الاسيستيف تكنولوجي او التكنولوجيا المساعده، تو هيلب هيم كوميونيكيت، علشان يقدر ايه يتواصل ما بينه وما بين الناس. قال لي ذير ار ميني تايبس اوف اسيستيف تكنولوجي، عندي تكنولوجيا كتير جدا. زي ايه؟ اول واحده اسمها
سكرين ماجنيفيكيشن سوفت وير، برامج بتنزل على السكرين او على الكمبيوتر بتاعك او على التليفون او التابلت، بتعمل كلمة اسمها ماجنيفيكيشن. قول معايا ماجنيفيكيشن. يعني ايه ماجنيفيكيشن بقى؟ ماجنيفيكيشن يعني تكبير. طب تعالى اوريك حاجة، انا هكبر عندي الصورة دلوقتي. بص ايه اللي بيحصل عندك، الصورة بتكبر ماشي. طب تعالى بقى نعمل لها مينيمايز، نصغرها. بص بالظبط كده، ده اللي قصده ليك، ان انا عندي سوفت وير بتنزله انت بقى على البرنامج او على الكمبيوتر بتاعك او على الجهاز بتاعك، او الناس اللي مثلا اللي عندها مشكلة في السايت في الرؤية ما بيقدروش يشوفوا كويس، بينزلوا السوفت وير ده اللي هو اسمه ايه بقى، سكرين ماجنيفيكيشن، بيكبر عندهم الصور، بيكبر عندهم التكست الكلمات. قال لي ايه هو السكرين ماجنيفيكيشن سوفت وير؟ قال لي ات انلارج. انلارج كلمة اخدتها في الساينس، انلارج بيكبر everything on a computer، على الكمبيوتر سكرين، على شاشة الكمبيوتر، from words or image، يعني سواء ايمج صورة او ووردز كلمات، هو بيعمل لها ايه، بيعمل لها ماجنيفيكيشن او بيكبرها. كمان it allows this is with poor vision، ده بيبقى كويس جدا، او هو بيساعد الناس اللي عندها poor vision، عندها النظر بيكون ضعيف، to interact with computer، انها تقدر تتفاعل مع مين، مع الكمبيوتر، وتقدر بقى تتعامل مع الكمبيوتر بتاعها. من الاسيستيف تولز برضو الهيرينج ايدز. الهيرينج ايدز، الهيرينج ايدز دي او السماعات بتاعت الاذن، اكيد مش هيستعملوها الناس البلند او الناس اللي عندهم فيجوال امبايرد. امال ايه؟ قال لا، ده هيستعملوها الناس او البيبول ان عندهم مشكله في السمع ما بيقدروش يسمعوا. هيرينج ايدز هيلب بيبول هو هاف تروبل هيرينج، عندهم مشاكل في السمع. Models can now be connected to a person's mobile devices. ده بقي عندي نماذج من المودلز أو حاجات من السماعات دي بتقدر تتوصل مباشرة بالموبايل ديفايس بتاع الشخص اللي عنده مشكلة. The user can adjust. الناس أو المستخدمين اللي هم بيستخدموا الأيدز أو السماعات دي بيقدروا يعملوا adjust. Adjust يعني يظبطوا the hearing aids السماعات دي using their phone، عن طريق ايه، استخدام هواتفهم. عايز يعلي الصوت بتاع السماعة، عايز يعمل انخفاض او يخفض او يوطي صوت السماعة، عن طريق مين بقى، عن طريق الموبايل فون اللي هو ماسكه بايده. طبعا ده اكيد ساعدت ناس كتير جدا. طب ايه كمان من الاسيستيف تكنولوجي؟ قال لي alternate communication software. قول معايا alternate communication software. ايه هي بقى الالترنيت كوميونيكيشن سوفت وير؟ قال لي دي ساعدت الناس اللي مش بيقدروا يتكلموا، عندهم مشكله بقى فين، في النطق، في السبيتش. زي هيلب بيبل وذ سبيتش، اللي عندها مشكله في النطق، اند لانجويج ديسابيلتيز. ديسابيلتيز يعني عندها صعوبه او عدم قدره على الكلام. كوميونيكيت وذ ايتش اذر. طب بتعملي ايه الالترنيت كوميونيكيشن سوفت وير انتي؟ قال لي some computer programs can turn text، بعض منها او ايه هي، هي بتاخد بقى التكست ده بتحوله للكلام. يعني مثلا الشخص او البيرسون ده اللي مش بيعرف يتكلم، هو بيكون معلمينه بقى الكتابة، فبيكتب عندي read for، يكتبها بقى على برنامج معين عنده على الكمبيوتر بتاعه او على الموبايل بتاعه. ايه اللي يحصل؟ الموبايل ينطق كلمة جريد فور. كده ساعده انه يعمل كوميونيكيشن ولا لا؟ ده اكيد. يبقى سام كمبيوتر بروجرام كان تن تكست تو سبيتش اند سبيتش تو تكست، ده كمان يقدر يحول الكلام لايه، لكتابة. دي حاجة مفيدة جدا جدا. يبقى انا عندي 3 اسيستيف تكنولوجي. اسيستيف تكنولوجي سكرين ماجنيفيكيشن بتساعد الناس اللي عندها فيجوال امبايرد او مشاكل في السايت، الهيرينج ايدز ودي بتساعد الناس اللي عندها مشكله في الهيرينج، والالترنيت كوميونيكيشن سوفت وير ودي بتساعد الناس اللي عندها مشكله في السبيتش الكلام. تعال نقرا الوردز: انلارج، انتراكت، الترنيت، بور، تيربل، سبيتش، فيجن، ادجاست، وديسابيلتيز. تمام.
تعالى بقى نكمل. اللي نمبر فور بقى كمان السبورتنج تولز. سبورتنج تولز الأدوات الرياضية. قال لي برا كلايمبينج تولز allow climber with limb difference to climb mountains. في عندي ناس زي الولد الجميل ده عنده بقى difference في رجليه، واحدة فيهم أطول من التانية. عندي البارا كلايمبينج تولز أو أدوات التسلق لناس عندها حب بقى، حتى وهي عندها إعاقة أو حتى وهي عندها disabilities عدم قدرة على المشي، بس نفسها تطلع تعمل climb تتسلق الجبل. فإيه اللي بيساعدها؟ البارا كلايمبينج تول. بارا كلايمبينج تولز بتساعدها إنها تتسلق مين؟ الماونتينز الجبال. اللي زي هيلبوز أوردرري أند كيستر أوردرري أكتيفيتي إكزامبل. ده بتساعد الناس اللي عندها ديترمينيشن سواء في الحالة الطبيعية وهم بيعملوا الأنشطة العادية بتاعتهم، أو الإكسترا أوردرري أو الحاجات الغير طبيعية زي تسلق الجبال مثلا. على سبيل المثال A football that make noise. في كرة من أنواع الألعاب كرة قدم بتعمل عندي صوت noise، ودي ممكن يلعبوها الناس اللي عندهم مشكلة في الصيد يعتمدوا بس على إيه؟ الصوت. Number two, a hand bike with three wheels and it's powered by hand. الدراجة دي اللي راكبها الولد، ودي دراجة يدوية بثلاث عجلات وتعمل باليد. الولد بيحط ايده هنا ويحرك عنده مين؟ العجلة. Number three, running blades. شفرات الجري او حاجة بتستخدم للرونينج. Number five عندي speech synthesizers. من الحاجات المهمة جدا speech synthesizer. طب ايه هي speech synthesizer؟ it changes the words. انت بتتكلم into an artificial voice لصوت بقى ايه؟ اصطناعي. So people can hear what I want to see. تاني انا بكتب words اي كلمة. انا مش قادر اتكلم، عندي مشكلة مثلا في النطق، استعمل الـ speech synthesizers اكتب لها اي word وهي ايه؟ تنطقها. فيبقى الناس دي بقى الناس can hear what I want to see. الناس تقدر تسمع ان انا ايه؟ مش قادر اقول. طب نمبر 6 البروستيك ديفايس، احنا اتكلمنا عنها، ودي زي هيلب بيبل هو هاف لوست زير لمبس تو موف. اللي بتساعد الناس اللي عندها او فقدوا رجل من ارجلها او لمبس من اطرافها. براك كلايمينج اكسترا اوردينري تشينج ماونتين نويز ارتفيشال اوردينري وايلز وفويس. اوكي تعالوا بقى ناخد الاكسرسايز من الماظر. تكنولوجي that help people of determination to carry out their daily tasks easily is called. التكنولوجيا اللي بتساعد الناس determination انهم يعملوا اعمالهم اليومية، احنا لسه متكلمين عنها الاسيستيف تكنولوجي. يلا بينا بقى نحل الاسئلة من كتاب المعاصر. Number one, choose technology that help people determination to carry out their daily tasks easily is called. التكنولوجيا اللي بتساعد الناس انها تقدر، الناس اللي هم عندهم اعاقات او ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم انهم يقدروا يعملوا وينفذوا التاسكس المهام بتاعتهم، طبعا اسمها assistive technology او التكنولوجيا المساعدة. Number two, alternative communication software help people with mean عندهم ايه في disabilities. قلنا انهم عندهم مشكلة في speech. مشكلة فين؟ في السبيتش، مش بيقدروا ايه؟ يكتبوا، فهي مش بيقدروا يتكلموا. Number three, نقط helps people determination of a missing limb. عندهم فقد في احد اطرافهم رجليهم او ايديهم to practice their daily life. طبعا هي البروستيك ليج. Number four, the نقط help people who suffer from hearing problem. عندهم مشكلة في السمع يبقى الهيرينج ايدز. True or false, Albert Lin uses prosthetic leg that enable him to talk and communicate واتصال. الأربلت لينت بيستعمل البروستيك ليج علشان يقدر يتكلم
ويتواصل طبعا it's wrong. امال ايه؟ لا، عشان يقدر walk، يقدر يمشي and explore the new places. Number two, hearing aids are one of the prosthetic devices for people with hearing disabilities. الhearing aids من الحاجات او من الاجهزة الصناعية اللي الناس بيستخدموها عندهم مشكلة في الhearing. Number three, screen magnification software is an assistive technology. بتساعد الناس اللي عندها مشكلة في النظر أو sight. Number four, assistive technology is a technology that help people of determination go about their daily life. يقدروا يعملوا أو يكملوا حياتهم. طبعا it's right. Complete. نقط is scientist. مين هو العالم اللي أخذناه النهاردة؟ ستيفن هوك. Number two, people of determination use different kind of assistive technology. يستعملوا تكنولوجيا مساعدة. Number three, نقط players can use a ball that makes noise. طبعا الفوتبول بلاير أو لاعبين الكرة اللي عندهم determination بيقدروا يستعملوا كرة بتعمل noise. Number four, match وصل أو قول مين تاخد أي جملة. Number one, assistive technology اللي هي prosthetic device ولا it is used by people of determination to do their work. طبعا هي انها بتستعمل عشان الناس اللي عندهم determination بيستعملوها علشان يعملوا الاعمال بتاعتهم يوميا. Person with limbs difference can use. الناس اللي عندهم مشكلة في اطرافهم او في رجليهم ممكن يستعملوا البروستيك device. المعاصر exercise choose. Number one, software enlarge everything on computer. هي بتكبر كل حاجة على الكمبيوتر. ايه دي بقى؟ screen magnification. Number two, Albert Lin has limb difference and he uses. هو بيستعمل ايه بقى؟ هو بيستعمل البروستيك ليج. Number three, helps people with speech. بيساعدهم في الكلام and language disabilities. والناس اللي عندها مشكلة في اللغة. Communicate with others. هل السبورتنج تول، الهيرينج ايد، البروستيك ليج، ولا الالترنيت كوميونيكيشن سوفت وير؟ طبعا الالترنيت كوميونيكيشن سوفت وير. نمبر 4، ستيفن هوك ووز فيموس ساينتست هو يوز اسيستيف تكنولوجي تو هيلب هيم علشان يعمل كوميونيكيت مع الناس. ترو اور فولس، هيرينج ايدز از سوفت وير انلارج ايفريثينج اون كمبيوتر. طبعا اتس رونج، اللي بيعمل انلارج ايفريثينج اون ا كمبيوتر هو الماجنيفيكيشن سكرين. Number two, bar climbing tools allow climber with limb difference to climb mountain. طبعا it's right. Number three, Stephen Hawking was famous archaeologist. لا، هو famous scientist وليس archaeologist. Number seven, read. My cousin has trouble hearing. عنده مشكلة في السمع. He uses hear aids. هو عنده بيستعمل hearing aids أو سماعات الأذن to help him. Models can now be connected to persons. Computer ولا موبايل فون؟ طبعا بيتصل بالموبايل فون وبيقدر اتحكم عن طريق اتحكم في الهيرينج ايدز عن طريق الموبايل ديفايسز جريد 4. بكده نكون خلصنا لسون 5. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى لسون 6. ادعوا لي بقى، واوعوا تنسوا تدعوا لاخوانكم في غزة. مع السلامة.